حكم تفتيش المرأة لهاتف زوجها. لا يجوز أن يتجسس الرجل على زوجته ولا أن تتجسس المرأة على زوجها، لعموم قوله تعالى ولا تجسسوا ما يخشى، ولقول النبي لا تجسسوا أيضا. وكذلك ففي هذا الصدد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا يتخونهم يلتمس عثراتهم.